حاليا بدأ التسجيل مالتنا، خلينا نسوي الكام شير للشاشة، ناخذ محاضرة. طلاب مبينين تعبانين، ناخذ محاضرة سريعة. من يريد منكم طلاب سجلوا لي أسماء الحضور مثل ما نعرف. نسجل أسماء الحضور وين؟ بهذا المكان اللي هو تشاتينج. يسجلون بهذا المكان الحضور. اكو بعض الطلاب مسجلين حضور، اكو بعض الطلاب بعدهم ما مسجل حضور، فالكل اريدهم يسجلون حضور حتى من اكمل المحاضرة راسا انهي الجلسة. اخذنا احنا بالدوال السابقة مالتنا من اجل يعني ادخل على الملزمة مالتنا. شوف الملزمة وين. تمام، هنا عندنا الملزمة. شوف ملزمة الاكسل. تمام، هذه ملزمة الاكسل. اخذنا المحاضرة اللي فاتت دالة الاف ستيتمنت، وقلت الاف ستيتمنت هي عبارة عن دالة. اذا حققت عندي هذه الدالة راح اعطي ترو، عبارة عن شرط العفو. اذا تحقق عندي هذا الشرط راح اعطي فاليو ترو، واذا ما تحقق الشرط عندي راح اعطي false. اذا عندي true or false. نجي اليوم نتكلم عن يمن، على دالة اللي هي احدى دوال ال if statement اللي هي دالة ال and. دالة ال and هي عبارة عن دالة تتحقق إذا كانت عدة شروط عندي متحققة. يعني شنو؟ يعني هنا هذه الدالة راح ترجع لقيمة true or false. يعني شنو؟ نوضح لكم إياها بعد أكثر. مثلا عندي بهذا المثال عندي كم مادة؟ عندي المادة رقم 1، مادة رقم 2، مادة رقم 3، كلهن المن، كلهن العبد الله. راح اجي اني اشيك هذه الدرجات كلهن. شوفوهن هذه الدرجات اذا كلهن اكبر او تساوي 90، اكبر او تساوي 90، اذا راح ترجع لي قيمة هذه الشروط، ترجع لي قيمة ترو. واذا وحدة من عدهن أو كلهن ما متحققات راح يرجع لي شنو؟ راح يرجع لي false. خلينا نشوفها بمثال حتى تكون عندنا أوضح. خلينا نرجع نفتح برنامج الإكسل. فتحنا برنامج بسيط بالاكسل. عندي هواي يعني برامج على الشاشة، خلينا نفتح مثلا هذا البرنامج. عندي الحاسب قاعد احمل بيها بعض البرامج لهذا السبب شوية بطيئة. الاوبن على سطح المكتب، نجي على الديسكتوب، نختار برنامج من البرامج الموجودات عندنا بالاكسل. انت تقدر مباشرة تسوي رايت كليك على سطح المكتب وتختار اي برنامج اكسل يعجبك. انا عندي عدة برامج اختاريت هذا الشيء. تقدر انت تسوي رايت كليك على سطح المكتب، بعدين تختار النيو، بعدين تختار اكسل شيت. يعني مثلا عندنا نايل نمبر 1 نمبر، عندي هنا names تقريبا جدول مشابه للجداول السابق، وعندي هنا مثلا computer، عندي هنا مثلا color، كلها مختصرات. عندي هنا مثلا human rights، عندي هنا مثلا design،
الاختصارات. الطالب الأول، الطالب الثاني، الطالب الثالث، الطالب الرابع. الطالب الأول مثلا نعطيه اسم معين اللي هو مثلا علي، عندي آدم، عندي مثلا صفا أو سارة، عندي مثلا سجا أو أي أسماء، ماكو مشكلة. نأخذ درجات لا على التعيين، بالكلر نعطي درجاتهم كذلك لا على التعيين. جدول جدا بسيط ما يراد شيء. تمام، خلينا شوي نكبر الخط مال الجدول. اول شيء نعطيه بوردر كل الحدود حتى يعطي حدود، وبعدين اعطي حجم خط مثل 22، وبعدين اعطي الالاينمنت بالمنتصف. راح يكون الجدول مالتي مثل ما تشوفون، جدول شوية واضح. هسه حاليا اريد اسوي دالة الاند المن لدرجات علي. راح اجي هنا اقول له يساوي اند، افتح قوس، اذا الخلية الاولى اللي بيها درجة الكمبيوتر العلي اللي هي السي 2، نقول له مثلا أكبر أو تساوي لنا 50، فارزة منقوطة. إذا الخلية الثانية اللي هي الدي تو، هذه الدي تو أكبر أو تساوي لنا 50، فارزة منقوطة. وإذا الإي تو أكبر أو تساوي لنا 50، E2 أكبر أو تساوي لنا 50، فارزة منقوطة. وإذا الـ F2 أكبر أو تساوي 50، سد القوس مالتي. إذن هنا أنا عندي أربع درجات، كل الدرجات دخلت ضمن شرط معين اللي هو مشابه للشروط للـ If statement، بس هنا راح استخدم دالة الآند اللي هي تابعة للـ If statement. طبعا انا اقدر ادمج الاف ستيتمنت مع الاند ان شاء الله بالمستقبل، بس حاليا انا استخدم فقط الاند، وبعدين قبل استخدم فقط الاف ستيتمنت، مستقبلا ادمج من كل هذول. اذا هنا اقول سي 2 اكبر او تساوي لنا 50، اذا هذه درجه هي اكبر او تساوي لنا 50، بعدين اذا الدي 2 اذا هذه درجه اكبر او تساوي لنا 50، واذا الاي 2 اكبر او تساوي لنا 50، وإذا الـ F2 أكبر أو تساوي لنا 50. إذا هذين كلهن متحققات، كلهن صحيحات، راح تطلع لي شنو؟ راح تطلع لي True. بس إذا وحدة من هاتين متحققت أو اثنين أو ثلاثة أو كلهن، راح يعطينا شنو؟ راح يعطينا False. نرجع للجدول مالتنا، نقول له Enter، راح يطلع لي False. ليش طلع لي فولس؟ لأن عندي أكثر من درجة ما متحققة. طلاب قاعد تشوفون هذا الشيء اللي قاعد يصير، قاعد يدخلون طلبة من خارج الإيميل الجامعي مالتهم، فهذا الشيء أنا ما أقبل عليه، وبنفس الوقت رئاسة الجامعة ما تقبل ورئاسة القسم ما تقبل، يعني هذه تعليمات دكتور أحلام أستاذ حيدر. إذا أي شخص يدخل من خارج جامعة أوروك، هذا شنو معناته؟ معناته يدخل من ايميل الشخصي مو من ايميل جامعة اوروك، وهذا الشيء يعني ما قبله ولا القسم ولا الكلية تقبل. فبالنسبة لهذا الشخص اذا واحد يعرفه قل له خليه يدخل على ايميل الشخصي، العفو ايميل الجامعي، ويدخل على الجوجل ميت. عدا هذا انا ما راح اقبل، راح اعطيه رفض الانضمام، لان انا ما اعرف هذا الشخص.
إذا حطتني false لأن خليني أشوف عندي أني أكثر من درجة من متحققات. هنا حاليا عندي فقط درجة واحدة، بس ممكن بالأسفل عندي شنو؟ عندي درجتين، عندي هنا هم كذلك درجتين، وعندي هنا هم كذلك درجتين. زين، في حالة أنه أني هذه الدرجة اللي هي درجة human rights سويتها أكثر من 50، مثلا 60، نفس الطالب قاعد يحاول الانضمام وما راح أسمح. إذا سويت هذه 60 راح تتحول إلى true، وإذا غيرت أي درجة من ذني إلى درجة رسوب راح يرجع false. إذا أنا أريد أوضح لك الفكرة بالنسبة للآند، لأن بعدها راح أستخدم الأور. الأور الشروط مالتها راح تختلف. إذا ركز لي حاليا بالآند اللي هي إذا تحقق عندي كل الشروط تاخذ لترو، فقط إذا تحقق كل الشروط. إذا واحد من الشروط أو اثنين أو ثلاثة أو كلهن راح يعطيني فولس. خليني أجي أضغط على الترو وأنزل لي جوا أشوف شو راح يطلع عندي بالنسبة للآدم. راح يطلع عندي فولس. ليش؟ لأن عندي درجتين ما متحققات. حتى إذا واحدة من أنتن سويتها درجة عالية هم راح يبقى فولس. ليش؟ لأن عندي بعد درجة أخيرة ما متحققة. إذا أنزل إلى سارة هم كذلك راح يعطيني فولس، وإذا أنزل إلى سجا هم كذلك راح يعطيني فولس. إذا جيت هنا سوي درجات سجا كلهن درجات جيدات راح يتحول الفولس إلى ترو، كل الدرجات حققت لي الشروط اللي هي أكبر أو يساوينا 50. هذه بالنسبة للمن، بالنسبة للآند. خلينا نشوف دالة الأور اللي هي أسفل دالة الآن. هذه شنو؟ هذه ترجع لي قيمة ترو إذا شرط واحد تحقق، مو إذا كلهن تحقق. إذا فقط شرط واحد تحقق ترجع لي قيمة ترو، وإذا اثنين ترجع لي قيمة ترو، وإذا ثلاثة ترجع لقيمة ترو، وإذا كلهن ترجع لقيمة ترو. شو وقت ترجع لقيمة فولس؟ إذا كلهن ما متحققات. إذا كلهن ما متحققات ترجع لشنو؟ قيمة فولس. خلينا نشوف. نجي هنا هذه دالة الأور. نكبر الخط. نجيب هذا المكان، نجي نكتب الدالة. يساوي أور. أفتح قوس. إذا الـ C2 أكبر أو تساوي 50 فارزة منقوطة، إذا الـ D2 أكبر أو تساوي 50، وإذا الـ E2 أكبر أو تساوي 50 فارزة منقوطة، وإذا الـ F2 أكبر أو تساوي 50. هنا ايش راح يرجع لي؟ خلينا نقول انتر، رجع لي ترو. ليش ترو؟ لان كلهن متحققات. اذا وحدة من عندهن ما تحققت هم ايش راح يرجع لي؟ راح يرجع لي ترو، بس بالان رجع لي فولس. هنا ترو هنا فولس. زين، اذا اجيت غيرت بعد درجة هم راح يرجع لي ترو. شو وقت يرجع لي فولس؟ إذا أجيت غيرت الدرجة الثالثة هم ترو. إذا أجيت غيرت الدرجة الرابعة يلا يعطيني فولس، يلا يعطيني فولس. إذا الفولس بحالة واحدة أو الأور بحالة واحدة يصير فولس إذا كلهن ما تحققن عندي، بس إذا وحدة من عتن تحققت أو اثنين أو ثلاثة أو كلهن راح يطلع لي ترو.
خليني أوضح لك الفكرة أكثر. دالة الأور شلون راح تقرأ الكود مالتها؟ راح تقرأ الكود مالتها كالتالي: إذا هذه الدرجة أكبر أو تساوي 50، أو هذه الدرجة أكبر أو تساوي 50، أو هذه الدرجة أكبر أو تساوي 50، أو هذه الدرجة أكبر أو تساوي 50، إذن رجل ترو. إذن شو يقول؟ يقول إذا وحدة من عدتن على الأقل تحققت رجل ترو، إذا وحدة من عدتن تحققت. نجي إلمن، نجي للآند. الآند شلون يقرأ الدرجة؟ يقول إذا هذه الدرجة هي أكبر أو تساوي 50، آند. شوف هنا مو و أو، العفو مو أو، هنا آند و. هذه الدرجة أكبر أو تساوي 50، آند و. هذه الدرجة أكبر أو تساوي 50، آند و. هذه الدرجة أكبر أو تساوي 50. يلا يا رجال، شنو قيمة تو؟ إذن إيش وقت تصير عندي الترو بالنسبة للآند؟ إذا كل الدرجات أكبر أو تساوي 50، بين قوسين كل الشروط مالتي تتحقق، هذه الشروط كلها تتحقق. زين، إيش وقت يصير عندي هنا فولس؟ هنا ترو. إيش وقت يصير عندي هنا فولس؟ إذا كل هذه الشروط ما تحققت. إذن بين قوسين الآند هي معاكسة لمن؟ معاكسة للأور، بمن؟ بالنسبة للفولس وبالنسبة للترو. طلاب هنا طلاب دائما يخطئون بالآند والأور، فيا طلاب ركزوا على هاي النقاط. طلاب دائما بالامتحانات يخطئون بالآند والأور. انت خلي ببالك الآند معناتها و، والأور معناتها أو. الو معناتها كل الشروط لازم يتحققن يلا تطلع عند تو، والأو لا، حتى إذا شرط واحد متحقق راح يطلع عندي شنو؟ راح يطلع عندي تو. إذن إذا أجي أنا أنزل على بقية الدرجات وأشوف كلها راح يطلع عندي تو. ليش؟ لأن لازم واحد من الطلاب ناجح على الأقل بمادة واحدة، بس إذا كلهم راسبين بكل المواد يلا يطلع عندي شنو؟ يلا يطلع عندي خوص. مثلا نجي هنا السارة، نجي نرسم سارة، ماخذ 10 33، نقول 20، نقول 20، ونقول هنا شنو مثلا؟ داش. هذه الحالة الوحيدة اللي سارة راح تصير فولس. شوفوا هنا صارت عندي فولس. إذن أعيد التفاصيل بين الأور وبين الآند. الأور معناتها أو، والآند معناتها و. إذن بالنسبة للآند راح أجي أشيك كالتالي: إذا هذا الشرط و، هذا الشرط هو، شوف انتبه، وهذا الشرط هو، هذا الشرط كلهن تحققن طلع لي ترو. بس اذا اجي للاور، اذا هذا الشرط او هذا الشرط او، شوف او يعني لازم واحد منهن على الاقل يتحقق، او هذا الشرط او هذا الشرط طلع لي قيمه ترو. أتمنى الآند والأور كانت عندكم واضحات وبسيطات، لأن كل الطلاب يخطئون بالآند والأور، وأنا متأكد هواي طلبة من عندكم راح يخطئون، ما راح يميزون بين الآند وبين الأور. إيش وقت الأور تعطيني قيمة ترو أو فولس، وإيش وقت الآند تعطيني قيمة ترو أو فولس. بقت عندي دالة اللي هي دالة النوت. دالة النوت اللي هي عبارة عن دالة معاكسة للشيء اللي موجود عندي. يعني شنو؟
يعني إذا عندي شرط متحقق راح يعطيني false، وإذا عندي شرط ما متحقق راح يعطيني true. يعني شك وشيء عندي موجود راح يعطيني العكس مالته. لهذا السبب دالة النوت كلش بسيطة وسهلة، وأني ما راح أحط عليها مثال لأن دالة جدا بسيطة. إذا عندي درجة، يعني إذا عندي هذا الشرط اتحقق المفروض يعطيني شنو؟ يعطيني true، لا هو راح يعطيني false. وإذا هذا الشرط ما تحقق المفروض يعطيني false، لا هو راح يعطيني true. النوت معناته شيء معاكس، يعني شكو شيء صحيح يصير خطأ، وشكو شيء خطأ يصير صح، يعني معاكس نوت. هذه الدوال الثلاثة اللي هن تابعات للدوال المنطقية مع الـ if statement. هذه دوال جدا مهمة شباب، ركزوا لي أكثر شيء يعني من على الـ and وعلى الـ or، لأن ذني دوال جدا مهمات، جدا جدا مهمات. نكمل على المحاضرة القادمة، حوقف التسجيل.